حنفرج عنك ونرجعك لبلدك. بجد؟ بس على طريقتنا وتحت عينينا. هيدا جورج سينيوريتا. جورج حياتي حبيب قلبي، كيفك؟ تمام. انت رحت قابلت نوري من ورانا؟ لا ابدا. هو بيقول هيك؟ هو اللي فتن عليك يا حقير، والخاين ملوش مكان بيننا. كانت شو بتعملي؟ دكتور أنور، أنت طبعاً وكيل بيكر أند ماكنزي هنا في مصر، ودي أكبر مؤسسة لحماية قوانين الاستثمار في العالم. أنا عايزك تعمل لي رابورت بالبلاد اللي فيها استثمار أوفشور. فهمني طبعاً. الاستثمار وتحويل أموال بطرق سرية وغير معروف مصدر أموال أصحابها، دي طريقة كتير من المطاردين في بلادهم، زي الوزراء والمسؤولين السابقين اللي تم حظر أموالهم، وزي ما طلع في رؤساء بنما اللي تم سحب استثمارات بعض رؤساء وملوك دول العالم الثالث وأفريقيا والاتحاد السوفيتي السابق. بالظبط، ومحدش وصل للأسماء الأصلية لغاية دلوقتي. بس دول زيادة في الأمان دخلوا فلوسهم بأسماء تانية وحقيقية وخدوا عليهم ضمانات حديدية. بعضهم عمل كده، والباقي شغل فلوسه من تحت السراديب وتعامل معاها بنفسه. خليني اعمل دراسه كامله لحضرتك واراجع قوانين البلاد دي وارجع لحضرتك. كويس قوي. انا عايز ريبورت. اتفضل. المهم أنا عايزك تبعد عن أي حتة فيها دراع أو إيد للمافيا، وخصوصاً مافيا لندن. ولو إن دي صعبة بس هحاول أبعد عنها. مش هتبقى صعبة عليك. لا 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 لا. مين؟ مين؟ يا ساتر يا ساتر. اي نوري، اوعنكو صحيتك من النوم. كيف حالك؟ وش اخبارك؟ وش اخبار العويل والمعنده كلهم؟ ده انا كنت في حته كابوس فظيع قوي. لا بالك، مش كابوس هذا ابدا. رد بالك، جورج تصفى يعني انقتل، وخد بالك من نفسك. وكنت عايزني في اي حاجه انا تحت امرك. طيب سلام. Thank you.
اللهم صلي على كامل النور. تعرف كل الكتب دي يا حكيم؟ انت ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ اسمعي، انا مش عشان سمحتلك انك انت تخشي وتيجي عليا ده معناه انك انت تزعجيني تقرفيني. انا عندي شغل كتير، شغل متلتل مش فضيلك. انا جاي اشكرك انك سمحتلي اتعلم منك، وبصراحة كده أنا رسالت الدكتوراه بفكر إن هي تبقى عن قوانين الغجر والهنجرانية تحديداً. مفقولك في الكلية؟ هو المشرف قال لي أعمل برزنتيشن وأعمل له سيرش عن حيثيات الموضوع وأهميته، وأنا حاسة إن أنا هلاقي ده هنا، بس طبعاً بعد ما تساعدني، أنا من غيرك مش عارف أعمل حاجة. إزاي أنتي سواق التوك توك وبعدين فجأة كده بحس الدكتوراه؟ مش غريبة شوية الحكاية دي يا غزال؟ ما أنا عشان كده كنت كاتبة على التوك توك ما تندهش وما تستغربش، خريج حقوق ومضطرة أسوق، ولا كل العجل كاوتش ولا كل الكلام هاري وناتش. أنت بتجيبي الكلام ده منين؟ عايز أفهم. من فعل الأيام والليالي والبشر الدون اللي خلوا الوطي عالي يا غالي. يا سلام يا سلام. بتقولي شعر؟ تهيألك يعني إن ده شعر يعني؟ والله يا حكيم أنا شعرة بالجوع. جعان يا حكيم؟ عندك عيش مفقع يا غزال وزيت زيتون، ما باكلش غيرهم بقالي 40 سنة. عيش مفقع وزيت زيتون؟ طب زيت الزيتون ده أكل الرهبان، والعيش المقدد أكل الأنبياء. أنت غريب أوي يا حكيم، فيك غموض كده ساير فضولي. بس انا مش جعانه اكل، انا جعانه علم ونور ومعرفه. مش هنبدا بقى على موضوع الرساله؟ عارف يا غزال، انا كنت من زمان مستني حد يجيلي عشان يشيل عني التركه وينقلها للانسانيه. يا غزال كان نفسي. تركة؟ تركة ايه؟ العلم اللي عندي، الأوراق اللي موجودة عندي والملفات والمجلدات، كل ده كل ده يا غزال. على فكرة أنا كنت ضد إنك أنت تاخد الجنسية عندنا، لكن عارفة يظهر إن نعمة كان عندها بعد النظر. والله أنا محظوظة إن أنا بتعلم من عالم جليل زيك، وبعدين رسالة الدكتوراه عن قوانين الغجر هتبقى أول رسالة من نوعها في العالم كله. عارفة، أنت لو عاوزة تاخديها من أكبر جامعات في العالم، من أمريكا، من فرنسا، أنا هساعدك يا غزال. بصراحة أنا اللغة عندي بعافية شوية، بس انا ممكن اخد لها فيتامينات، ابقى طلوقه واتكلم لندن فيري دوج. بس انت ما قلتليش ايه الورق القديم اللي قدامك ده؟ سر الاسرار يا غزال. ايوه، وكنز الكنوز ده اللي بيدوروا عليه حكام العالم عشان يدوروا العالم يا غزال. طب اديني عنوان، متشوقة يا حكيم. غزال، ده سر الجنيزة. الجنيزة؟ الجنيزة دي هي البطرخ الكبير، لازم اشتغل عليها انا وانت، بين مصر، ليبيا، المغرب وإيران. أنا بعرف إنك مسافرة، بس ترجعي رح تلاقيني أعمل لك خطة فظيعة. الأهم من ده موضوع النفايات. عدنان راكب راسه. مش قلت لك اشتغل على السوشيال ميديا؟ تم يا حياتي، كل المواقع كتبت عن الموضوع هيدا، والهجوم على عدنان مضايقه كتير. يبقى لازم نخليه يوقع أي طريقة. طيب والفايل تبع البنت الغجرية؟
لما ارجع اشوف الموضوع ده خلينا الاول نركز في موضوع النفايات. وهيدا اللي مزروع عندنا تحت، كيف هتشربيه الموضوع؟ لازم يشربه باي طريقه. ياسمينة ياسمينة رؤوف ياسمينة رؤوف ياسمينة رؤوف رؤوف كل ده عشان مصنع النفايات؟ ادخل. بونجور. بونجور. كيفك؟ الحمد لله. طمنيني عنك. كويس. كله تمام؟ الحمد لله. شو كيف الصحة؟ الحمد لله. قستي ضغطك؟ قسته طلع 100. طب وليه صحية بكير وقاعدة قدام الكمبيوتر؟ كنت بسالي نفسي وكنت بقرا عن مرض فقدان الذاكرة ده ولقيت حاجات كتير قوي. طيب قولي لي بقى شو اكتشفتي عن هذا المرض؟ لا اكتشفت حاجات كتير قوي مش عايزه اشغلك بيها، بس كنت عايزه اسالك سؤال. قولي. عن موضوع مصنع النفايات ده. ليه عم تسالي عنه؟ اصل انا كتبت اسم انكل على جوجل ولقيت هجوم شديد عليه من الشعب والحكومه. هيدا الموضوع دخل بلعبه سياسيه وسخه، وهيدا اللي بابا كان خايف منه. انا متهيألي انا عارفه ليه هو ما رضيش يمد العدل لي. الجاردات اللي حضرتك طلبتهم يا باشا كلهم موجودين وتحت امرك. بس انا عايز اعرف هو في حاجه جديده حصلت؟ قتلوا جورج بعد ما قابلناه، كانوا مراقبينه الغبي. انا الدور علي انا شفت كابوس شلني من الرعب. خير يا باشا؟ كابوس ايه؟ مش وقته. مين المسؤول عن دول؟ ماجايفر. امي هان تعال اسمع الباشا. معاك سلاح؟ ايوه يا فندم. عايزك تأمن لي كل خرم في الفيلا، ها؟ مش عايز نملة تعدي، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا. فين مهندس الكاميرات؟ أنا عايز الجنينة بالفيلا كله يتغطى كاميرات، كله. حاضر يا باشا، كل اللي طلبته هيتنفس. بس يعني هو في معلومة جديدة وصلتك؟ معلومة إيه؟ هو أنا بتاع معلومات؟ أنا ماشي بإحساسي. عايزين يموتوني. بس انا لا مش هموت، انا مش هموت، انا هفضل مأبد في الدنيا. انا استغفر الله العظيم يا رب يا باشا، ربنا يديك طول العمر، الاعمار دي بيد الله. انا عايز انقل الشغل والاجتماعات هنا. عايزك تبعتي لي المستشار القانوني والمراجعين وهيثم ويجيبوا معاهم كل الملفات اللي انا طلبتها. ها؟ يلا. ولا اقول لك انا عايزك انت اللي تجيبيها بنفسك، انا ما بأمنش لحد غيرك، بس اطمني ان مفيش حد مراقبك. ها؟ يلا وانا هدخل جوه دلوقتي. انا لازم ادخل لانه القمر الصناعية مراقبه والمافيا جايبه قمر صناعي قريب من الفيلا بالظبط. ها؟ مهندس التشويش على التنصت. ها؟ انا عايزك تكلميه يجي لي فورا. ها؟ يلا روح انت بقى وانا هخش جوه. يلا. تنفذوا كل اللي قلت عليه. ها؟ تمام يا فندم. مفيش نملة تعدي. ها؟ شكلك استحميت واخدت شاور. شكلك اتغير وبعد البدلة الشيك الجوتشي بقيت ولا عمرو شريف زمان. بصي انا طبعا مبسوط جدا ان انتوا هتسيبوني، بس انت وعدتيني اني اسمع صوت شادي ابن اختي، ممكن بقى اسمع صوته؟ قبل شادي تشاور فوقك ونظفك. انا طول عمري نظيف، وبعدين الشاور بينظف من بره، المهم بقى الناس اللي محتاجه تنظف من جوه. يا عيني على الفلسفه المصريه غلبويه قوي. هو مش حضرتك قلت انك مصريه برضه ولا انا بتهيالي؟ وليا الشرف. يلا
ايه ده؟ دي شريحة تتبع، انا عاملة زيها عشان ما تحاولش تهرب مننا، ولو حاولت هتأذي نفسك. ما تحاولش تشيلها، واحنا هنشيلها لك في الوقت المناسب. خالك اسود، شريحة تتبع؟ هو انت مش ماسكة ابن اختي؟ عايزة مني ايه؟ بفهم من هيك انك ضد المشروع؟ طبعا انكل عنده حق، لان اللي بيتقال الرأي العام حاجة والحقيقة حاجة تانية خالص. الحقيقة ان انت ضحكتي عليا واشتغلتينا يا سارينا، دلدلتي حبال الود وانا اتحزمت بيها وصدقتك. حبال ايه وحزام ايه؟ ايه الكلام القديم ده؟ انت طالع من فيلم ابيض واسود؟ قرابت هو اللي يحبك ويتمنى لك الرضا ترضي، تسوق عليه دلالك وعوجك وما تجيش معاه سكه ودغري، في ايه مالك؟ بص يا ابني، انا خرجت معاك بس ده مش معناه ان انا بحبك حب الجواز. بص يا عندلي، انا بعتبرك زي اخويا، لو الكلام ده يوافقك قشطه، لو انت ليك شوق في حاجه تانية يبقى يفتح الله. ليه يا شوق في حاجه تانية يا سارينا؟ اقولك على حاجه، احنا نروح سيما لو انت بعد تالت فيلم غرامي نرمي نفسنا فيه ونسيب مشاعرنا تنطلق، ونطلع بعدها نضرب عشوه في احلى حته فيك يا بلد انت تختاريها، وشوفي ساعتها السنفه سوا يعمل ايه معانا. بيه يا عشفور، ده القلب وما يريق. قلبك غبر يا بت، جرايه حالتها، انت بتعايرني. الزفر مش ليكي، والرابع كله عارف قلبه فين ورايح على مين. لا هنتجوز. هو زياط وبطنه فاضيه ومش هينفذ، وبكره فكرك. بقول لك ايه، ما تحل عني بقى وتخليك في حالك. بص يا سارينا، بكره فكرك ان عندليب هيبقى الكل في الكل في الرابع، وهو اللي هيبقى اللسطة والرئيس وكل حاجه، نعمه نفسها الرئيسه بتاعتكم، ما بتعملش اي حوار غير لما بتيجي تستشيرني، وزفر والناس اللي زيه صفر على الشمال جنبي، وبكره فكرك. حل عني يلا يا عندليب، سكتك خضره. سارينا هقولها لك مره تانية، قلتها لك اول ما جيت الرابعه، اول ما شفتك انت خيشتي في دماغي، وسارينا لعندليب مش لحد تاني. يا قلب عندليب يا لوز العنب. بالسلامه يا اخوي. اشكال دي يا سارين، يلا يا شبك الغرام ورانا شغل. خدي بنت، ما اقولك ايه رايك في العندليب؟ اشمعنى يعني؟ راجل مقرش ونجوزهولك. بس ده بيحبك يا عويل. يا اختي ما يحب زي ما يحب، هو بيحبني وانا بحب المخفى اخوكي. لا يا اختي، ما كانش اتعذر ولا باع جزر، انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي، وبعدين انا لسه صغيره. صغيره؟ طب يلا يا اختي خلينا نروح الشغل. بصي يا توني، دول شويه لصوص ومافيا دوليه. المصنع مش علشان الهدف الجميل اللي بيرسموه للشعب، الهدف دفن النفايات في البلاد الفقيره. طب وضحيلي اكتر، شو بتعرفي كمان؟ بص لقيت ايه؟ التقرير ده من مكتب منظمه الصحه العالميه، بيحذر من ارسال نفايات نوويه ومخلفات كيماويه خطره لبعض بلدان افريقيا والعالم الثالث، ومنها لبنان. وريني التقرير. انا ممكن ابعتهولك على فكره. لا، انت هتبعتي ايميل لبابا وهتبعتي له اياه كمان على الواتساب. اوكي، بس في حاجه ثانيه مهمه جدا عايزه اقول لك عليها. شو؟ بص يا سيدي لقيت ايه كمان. بص، وثيقه من البرلمان النمساوي في التسعينات بيقول ان البرلمان النمساوي اعترض على ارسال الحكومه النمساويه نفايات مشعه لدفنها في بعض الدول الفقيره مقابل اموال ضخمه، واللي بيشرف على الموضوع ده المافيا الاوروبيه. والنفايات شو عملوا فيها؟ ده سؤال مهم. والجواب؟ يبعتوا النفايات دي بمقابل مادي كبير لدول فقيره، ودي اكبر خطوره. شو هي الخطوره؟ بيبوظوا التربه الزراعيه والهواء والميه والتلوث، يعني بيدمروا العالم. على فكره انكل كان عنده حق، ان هو ما بديش العقد ده، باباك انسان محترم قوي. الباشا بتاعنا اتجنن يا عيسى، انا مستغربه. الباشا اللي عقله الماس، اللي كان بيقول الكلمه الميزان من دهب، يحصل له كده؟ فيها شاهي، انت جايباني على ملا وشي عشان اسمع الكلام ده؟ دهب والماس، الكلام ده ما كانش ينفع يتقال في الشركة يعني. لا ما يتقالش، أنا لازم أتكلم معاك. تتكلمي معايا ده معناه إنك بتطمني لما تتكلمي معايا. في إيه شاهين، أنت حبيتيني ولا إيه؟ حبيتك إيه وبتاع إيه؟ عادي، ما أنا أتحب على فكرة، مفيش مشكلة يعني. هيثم، ممكن نتكلم في الشغل؟ الباشا بتاعنا بيضيع مننا، ولو ضاع إحنا كلنا هنضيع معاه. الراجل اتجنن، بيقول لك المافيا
بتراقب البيت بالأقمار الصناعية. هو وصل للقمر الصناعي؟ ده لسعة بقى. احنا ما ينفعش نسيبه يلسع. أنا ما نمتش من امبارح. أنا فهمتك دلوقتي. أنت عايزة تضمني مستقبلك بعد ما الراجل ده يخلعه، صح؟ أيوة. يا سلام عليك لما تركز. لا ده أنا لما أركز أبهرك على فكرة. اتفضل ابهرني. بص يا جاي، أنا بقالي أسبوع بعمل حصر الممتلكات الراجل ده. أنت عارفة الممتلكات دي طلعت بكام؟ بكام؟ 500 مليون جنيه. إيه؟ أيوة، ودي الأصول بس. 500 مليون؟ يعني نص مليار؟ نص مليار يا شاهي. بقولك بقالي أسبوع بجمع في ممتلكاته. ده غير بقى حساباته اللي في البنوك، وشاركته في مشاريع كتير جدا من الباطل، واسمه اللي في جي دي ار البورصه العالميه. هو ما عندوش ورثه يا شيخ؟ ما عندوش غير بنت واحده بس، ما يعرفش مكانها فين. ومراته سابته زمان وهربت وبيكرهها عنه. ما تعرفيش سابته ليه؟ السر ده بقى معاه هو بس، وانا هموت واعرف. يا شاهي نبتدي نلعب بقى. عندي صندوق ذكرياته كلها والاسرار كلها معاكي، عايزه تقنعيني انك ما تعرفيش. عشان كده بقى احنا ما ينفعش نسيب المولود ده يضيع مننا ولا طفح المرار معاه. لا بس قبل جمله طفح المرار دي، انا عايز اعرف سمعت صح ولا لا. انت قلت دلوقتي يضيع مننا. مننا يا شاهي؟ مننا يا هيثم، بس اسمع الكلام. بتصدق بعد كل هالكلام الخطير اللي قلتيه نسيت اعطيك الهديه؟ ايه ده انت جايب بيه هديه؟ مش معقول. انتوا بجد مش عارف اقول لك ايه. حسستوني ان ليا عيله وعمالين تعالجوني وانا ما عملتلكوش اي حاجه، بالعكس حاسه ان انا جبتلكوا ازعاج. ولو انت صرتي مصدر السعاده للبيت. اتفضلي هيدي الهديه. الله مصحف. ما انت بتعرفي نحن بيت مسيحي وبالبيت المسيحي ما في مصحف، بس بمكتب بابا في مصحف وعلى طول بيقرا سورة مريم. ربنا يحفظه. الدنيا دي غريبة قوي. جيت لكم صفحة بيضة، مش عارفة أنا جاية منين ولا رايحة فين. ومامتك فجأة تاخدني الكنيسة يغمى عليا، وبالفطرة أعرف صلاتي وديني. تعرف أنا امبارح قعدت أصلي لغاية الفجر، حسيت إحساس جميل وراحة نفسية فظيعة. بجد مش عارفه اشكركم على ايه ولا ايه ولا ايه. احنا رح نقعد نشكر بعض كتير. يلا انا عايزك برا على العشاء. لا يا اخويا، خد لورا خطيبتك عشيها، هي بتحبها. لورا مسافره طرابلس وعم تفتح مستشفى هونيك، ورح تنام هونيك كمان. وانا معزوم على بارتي كابلز، ولو ما رحت اصحاب الدعوه رح يزعلوا مني، ولو ما انت رحتي مين بدي اخذ معي؟ كارمن. يلا بليز بشرفك بسرعه. والله انا كمان نفسي اطلع برا الجدران دي بس الاقيها. لا 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 ما تقلقي، نسيت هديه تاني. تاني؟ أكيد. واو، فستان فيرزاتشي جنة. Thank you. يلا يلا جهزي حالك وأنا مستنيكي. أوكي يلا. توابيت جاهزة؟ كله تمام، جربناهم على أحدث أجهزة الكشف في المطارات. أنت قولي لي جثث تمام؟ في جثتين اتنين وأوراقهم سليمة. تمام. والشبح اللي فوق كيف هتقنعيه؟ أنا رح أقنعه. أنت خد التوابيت الاتنين من المستشفى الأمريكي، وأنا هقابل رؤوف أقول له الطيارة بكرة الصبح بدري. أوكي. والشنطة فين؟ فوق، وفيها كل شيء طلبتي. شوف التوابيت. أفوت؟ ادخل. أهلا
تريشيك شو هيدا؟ وكالفستان عم بيغني عم بيقول شكرا تانكيو تانكيو انك لبستيني. لبستيني مش معنى يعني؟ لانه بعد ما لبستي بينت كل تفاصيله وكيقبرني جمالك. بقول لك ايه، انا قلبي مش مطمن الخروجه دي، انت متاكد مش هيبقى فيها مشاكل؟ الغلط راكبك من ساسك لراسك يا عويله. طبعا يا عصفوره، هو انت فاضيه؟ انت مش فاضيه للشغل، انت فاضيه تبرشطي على الرجال. شويه الزفر وشويه العندليب ويا عالم اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. بقى انت مش عارفه اللي ما تسمي، مش عارفه الذهب القشره من الذهب الاصلي؟ بقى انت وحياه امك ترجعي انت شويه الهنجرانيه اللي معاكي بشويه الذهب دول وصيني ليه؟ بقول لك ايه يا ريسه، انا بصراحه هتجنن من النسوان دي. الواحده من دول تشوفيها متسيغه من كحه لدراعها ومن ودانها لكعوب رجليها، وتيجي تقصيهم تلاقي الذهب فالص وعيره. يا ريسه، الاصل بقى شحح من السوق والناس بقت مفلسه، واللي عنده حطه جوه دولاب بيته. ده كلام واحده عويله واشفوره زيك. اجمعي لي كل البنات الزفت اللي كانوا معاكي هاتهم لي هنا، اما انت حسابك معايا بعدين ان شاء الله. يا خساره، ولا يوم من ايامك يا ياسمينة كنت ملقط. وكشو هالحلاوه كلها، وكشو هالحلاوه كلها هيدي، وك معي احلى مزه، احلى مزه. مش هيك بتقولوا بمصر؟ بتهيألي سمعت الجمله دي قبل كده. طب يلا تفضلي. توني توني تعالى هون، لوين اخذها ورايح؟ جنيت بعقلك؟ امي حرام عليكي، البنت ما ظهرت من اول ما اجت لهون على الجبل، خلينا نطلعها. طيب احكي مع خطيبها باسم، خليه يجي يظهرها، متخانقة أنت وباسم يوستينا؟ احكي معه، ما تزعلي، باسم كثير منيح. مش لازم اخرج، احنا ممكن نسهر هنا في الجاردن. يلا ماما، أنا حكيت باسم ورح يجي لهون، ما تاكلي هم. عن جد حكيتي يوستينا؟ أيوه طبعاً طبعاً. طب خليني أحكي، بدي أعرف ليه ما عم يجي لعنا، كان يجي لعنا كل يوم من وقتها ما خطبته. أنا كلمته بس ما عرفتش أوصل له. أمي رح يجي، خلينا نطلع نسهر، هو رح يجي بعد. طيب خلص أوكي. باي ماما. باي باي. تعي لهون، ما في بوسة لمامي؟ أكبر بوسة لمامي. أرفار. باي يا حبيبتي. باي ماما. باي. أنا زهقت بقى من القعدة دي. شكلك ولا عريس. بقولك ايه، هو انت بتعمليه كده ليه؟ فاكره انك هتثبتيني يعني، ولا ان انا عيل صغير هتضحكي عليا بكلمتين؟ عيل صغير؟ العيل صغير ده شادي. شفت الشنطه دي كلها لعب عشاني، انا عارفه اني بحب الدباديب. وانت لما ترجع لكندا ورجالتنا يسلموك شادي، تبقى تقول له كل الهدايا دي من طنط كادي. بنت الدباديب دي ودي آلات الموسيقية. أنا عارفة أنا بحب الموسيقى. عرفتي إزاي؟ هي بتسألني السؤال ده. أنا عارفة تاريخ عيلتك وتاريخ ميلادك. فاكر حادثة؟ ماماك وباباك؟ سوري أنا فكرتك. وإيه الحاجات الغريبة دي؟ لازمة بنطلون ونضارة، ده تشكيلة عجيبة جدا. عشان شادي ينبسط من خاله. بقولك يا كاتي، ما تسيبك بقى من شادي وخاله والفيلم اللي انت عاملاه ده، وتجيبي من الاخر وتقولي لي انت عايزة مني ايه؟ Thank you.
مساء الخير يا هنا. مساء الخير. الوشم ده غريب مش كده؟ افندم